مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن تكون الأجواء غير مستقرة، وهناك زخات مختلفة الشدة في أماكن مختلفة من المملكة من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء، لكن بعد يوم الأربعاء تستقر الأجواء بإذن الله. مشاهدينا، فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية بدءا من يوم الأحد. يوم الأحد أجواء دافئة ومعتدلة نهارا، لطيفة ليلا في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية 32 إلى 20، الشمالية الشرقية 28-17، المنطقة الشرقية 27-19، والمنطقة الوسطى غائمة جزئيا مع احتمال زخات متفرقة من مطر 29-22، والمنطقة الغربية تقريبا حارة نسبيا إلى معتدلة 33 إلى 30، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات من الأمطار 25 إلى 15. أما يوم الاثنين، يوم الاثنين إن شاء الله هناك حالة قوية من عدم الاستقرار في المناطق الشمالية، هناك زخات رعدية من مطر وأيضا رياح نشطة إلى قوية أحيانا مثيرة للغبار والأتربة في المناطق الغربية والشمالية والمناطق الصحراوية بشكل عام، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. والأجواء في المناطق الشمالية غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من مطر، الشمالية الغربية العظمى 20 والصغرى 11، الشمالية الشرقية 26-16، المنطقة الشرقية 29 إلى 21، والمنطقة الوسطى 30 إلى 25، المنطقة الغربية رياح نشطة ومثيرة للغبار والأتربة 35 إلى 27، أجواء حارة نسبيا، والمنطقة الجنوبية الغربية 25 إلى 15 درجة مئوية. يوم الثلاثاء هناك انخفاض على درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية وأيضا بعض المناطق الغربية والوسطى، وأيضا الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في المناطق الشمالية مع سقوط زخات رعدية من مطر أحيانا تكون غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 21 والصغرى 8، أجواء باردة نسبيا ليلا، والمنطقة الشمالية الشرقية 20 إلى 11، والمنطقة الشرقية أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا 26-20، والمنطقة الوسطى معتدلة نهارا لطيفة ليلا 27 إلى 19، المنطقة الغربية انخفاض واضح وأيضا أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من مطر 28-22، وأيضا رياح نشطة نحذر من سرعة الرياح، وأيضا المنطقة الجنوبية الغربية 23 إلى 15 درجة مئوية. يوم الأربعاء أيضا هناك فرص لأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية والمنطقة الشرقية من المملكة، لكن تقريبا تخف الأمطار وتستقر الأجواء في المناطق الشمالية، لكن تبقى الأجواء لطيفة نهارا تميل للبرود ليلا. المنطقة الشمالية الغربية 23 العظمى والصغرى 11، الشمالية الشرقية 20-11، والمنطقة الشرقية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية 25-17، المنطقة الوسطى معتدلة نهارا لطيفة ليلا 26-17، والمنطقة الغربية أيضا معتدلة نهارا لطيفة ليلا 30 إلى 24، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من مطر 22 إلى 15 درجة مئوية. يوم الخميس تقريبا تستقر الأجواء، لكن تبقى هناك فرصة لبعض الأمطار في المناطق الوسطى والمناطق الشمالية، لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا، الشمالية الغربية 25 العظمى والصغرى 14، الشمالية الشرقية العظمى 23 والصغرى 12، المنطقة الشرقية 25-18 معتدلة نهارا لطيفة ليلا، المنطقة الوسطى غائمة
جزئيا مع سقوط زخات رعدية من مطر. احتمال هذه الزخات أن تكون غزيرة أحيانا 26-19، والمنطقة الغربية العظمى 30 والصورة 26، معتدلة نهارا لطيفة ليلا، والمنطقة الجنوية الغربية 24-14 مع أجواء ما بين مشمسة إلى غائمة جزئيا. يوم الجمعة أيضا الأجواء تقريبا معتدلة في المناطق الشمالية أثناء النهار إلى لطيفة، لكنها باردة نسبيا ليلا. العظمى في المناطق الشمالية الغربية 27 والصغرى 8، المنطقة الشمالية الشرقية 27-9، المنطقة الشرقية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من مطر 26-18، كذلك المنطقة الوسطى غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر 30-23، وأيضا فرصة الأمطار واردة في المناطق الجنوبية الغربية 21-13 درجة مئوية. مشاهدينا، إذا هناك أمطار متفاوتة الشدة مختلفة الأوقات، وأيضا هناك رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة وتغيرات كبيرة في درجات الحرارة. نرجو للجميع السلامة، شكرا للمتابعة.